بسم الله السلام عليكم خاوتي. في هذه لا فيديو ابري ما شفنا انصامبل لو هاتا يوغا شفنا لي زازانا لي بوستور الوضعيات ومازال كاين وضعيات اخرين، مي قبل ما نكملوا كاع الوضعيات ماذا بيا نتطرقوا للبرانياما ولا كونترول دو سوفل، تحكم في النفس ولا الطاقه الحيويه، طريقه التنفس الصحيحه. ابري نشوفوا لي زوست زازانا لا قدر الله لي باقيين. واشنهم طرق التنفس المستعمله في اليوغا لي بلو كورونت؟ عندنا دي تكنيك دو ريسبيراسيون لي اون فالي ديفلوبي شاك تكنيك في اون فيديو سبيسيال ليها، و بلو طار على الافنير لا قدرنا الله سبحانه راح نديفلوبو دوطخ تكنيك دو ريسبيراسيون موان كورونت. دركا بارمي سي تكنيك عندنا لا ريسبيراسيون ابدومينال، عندنا انسويت لا كوهيرونس كاردياك ولا يسموها ميثود 365، عندنا la respiration du plexus solaire، عندنا la respiration en carré ou la en sanskrit samavriti pranayama، عندنا la technique control pose، عندنا également la respiration 4 7 8 ou la 4 7 8، عندنا la kapalabhati، عندنا la respiration rafraîchissante ou la en sanskrit shitali pranayama، عندنا la respiration alternée نادي شودانا، وعندنا لا ميثود الكسندر. هنا في هذه لا فيديو راح نبداو بلا بروميير تكنيك دو ريسبيراسيون اللي هي لا ريسبيراسيون ابدومينال، وهذه لا ريسبيراسيون ابدومينال هي طريقه التنفس تاع لو بيبي الرضيع اللي الكونسيست اننا نوصلوا الهواء للاستوما تاعنا ونعاودوا نخرجوه par la même occasion. Donc, شنو الفوائد تاع هاد طريقة التنفس؟ دركا التنفس، طريقة التنفس العادية la plus courante la standard واللي malheureusement ناقصة واللي تنفسوا بها كاع، انه يوصل الهواء جوست لا بارتي سوبيريور تاع الرئة تاع الرئتين تاع لي بومون، ما يوصلش لا بارتي انفيريور لتحت، تسمى الاكسجين ما يوصلش لكاع الرئتين، مما انه بلو تار افيك لو طون le bas تاع الرئتين le diaphragme يتبلوكا، ce qui cause des problèmes de dos ainsi que d'autres problèmes de santé. واش نو الهدف من لا ريسبيراسيون ابدومينال؟ اننا نوصلو الاكسجين non seulement la partie supérieure mais la partie inférieure، يعني en oxygène نوصلو الهواء لكاع الرئتين ابتداء من التحت. كيما على بالكم حنايا نتنفسو 1000 خطرة في الساعة حتى 25,000 خطرة في اليوم، مما يلفي أنه عندنا 10 حتى 20 كيلو تاع هواء اللي سيركول في لو كور تاعنا يوميا. هذا اللي يسمح أنه 70% من السموم ولا لي توكسين elles sont évacuées par le هواء. alors c'est à ça que consiste طريقة التنفس الصحيحة. دركا لو سمحتم تبعوني مليح نوريكم كيفاش هي طريقة التنفس ابدومينال. Donc vous vous mettez droit qui تستنشقوا في الانسبيراسيون ما تحركوا لا راسكم لا لو كور تاعكم لا لو باسين تاعكم، تبقاو droit، تحطوا يد تحت السره تاعكم سو لو نومبريل، وتحطوا اليد الاخرى في اللومبير تاعكم كما راكم تشوفوا، تحطوا يد هنايا تحطوا يد هنايا. كون vous inspirez تتنفسوا بعمق، vous sentez l'estomac تاعكم il se gonfle. ensuite quand vous expirez l'estomac تاعكم il se dégonfle. نعطيكم un petit exemple ensuite راح نتعمقوا mieux. تستنشقوا par le nez، vous expirez par la bouche، mais qui تستنطروا par la bouche ما ديروش، ديروا comme une paille comme si راح تصفروا باش الهواء يخرج في ان تو بتي توب ايماجينير. داكور بسم الله، دركا بلوز اون ديتاي كيفاش راح نديرو. كي تستنشق الهواء ويتعمر لو فونتر تاعك كاع بالهواء، راح تحبسو فو بلوكي لو سوفل على الانتيريور دو فو لمدة 5 ثواني. انسويت كون فو اكسبيري كي تخرج كاع الهواء من الجسم تاعك وتكون افيد،
تبقى هكذاك بلا ما تعاود تريكوبيري الهواء تاعك لمدة 3 ثواني. سي فو بوفي بيان مو سويفر. تمارسوا هذه الطريقة التنفس، هذه التكنيك 3 مينوت حتى 5 مينوت باغ جور يوميا. عندكم 3 دقائق حتى 5 دقائق، مي دو بريفيرونس 3 دقائق ما ديباسوش، افان تخرجوا كاع لي طونسيون تاعكم. كي كون فو اكسبيري الهواء هذاك تخرجوا النفس تاعكم، تخرجوا كاع لي طونسيون كاع الضغوطات من الجسم تاعكم. جيسبر نكون ما طولتش عليكم، تكونوا فهمتوا لي ديتاي كيفاش كومون سا براتيك la respiration abdominale. Olcom pour la prochaine vidéo, mukhassasa lil pranayama, pour une autre technique de respiration, ou la